صباح الخير لمشاهدينا ولكل اللي عم بيتابعونا. اليوم رح نعمل حركات بيلاتس زي ما انتم شايفين بالهواء الطلق، واليوم رح تكون تمارينا فيها كومبينيشن عشان احمد كثير ينبسط وان شاء الله انها تقدر نكون نعملها كلها. يلا نبلش. اوكي، ظهري ستريت، بسحب جسمي لفه، اهم اشي برفع جسمي وبخليه ستريت. اوكي، شوي شوي بلف على الجهة الثانية. اوكي، مدة التهري. بسحب اجري لعندي وراح اصير بالتبادل، اسحب رجل وامد رجل. اوكي، بلش جو. اوكي، بدي ارفع راسي مع الشولدر لفوق. من نفس الحركة اجري التنتين ستريت لفوق وراح اسحب رجل وامد رجل. احمد وزينة اذا عندكم اي كومنت لاني مو شايفتكم احكوا لي. اوكي، اوكي، راح من وضع البوش اب اللي هي البريدج راح اطلع لفوق وراح اعمل سيركل برجلي، برفع رجل بعمل فيها سيركل. اوكي، بس اخلص السيركل بعمل بوش اب بايدي، راح اعمل 10 برجلي اليمين 10 بوش اب وحده وحده وبعدين ببدل. اوكي، جاهزين؟ رح اعمل 10 برجلي و10 بوش اب. اوكي، بس بيكونوا بكومبينيشن بالتبادل، يعني بخلص ببدل. جاهزين؟ يلا جو. سيركل، برفع الهبس بخليه مرفوع. اوكي، هلا بعمل سيركل وبنزل وحده بوش اب. 2 4 5 6 بدي احافظ على وضع الهيبس انه يكون مرفوع. 7 8 9 اخر وحده 10. اوكي، راح ابدل، راح اعمل 10 ورا بعض برجلي سيركل بعدين نعمل كومبينيشن. جاهزين؟ يلا. تو ثري فور فايف سكس سفن ايت 9 10. هلا رح نعمل كومبينيشن. جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، مريح شوي، بسحب جسمي قدام. اوكي، بطلع لفوق، خذ نفس. هلا رح نعمل من وضع البوش اب
زينة ايديك وجعوكي؟ بلش زينة. اوكي من وضع البوش اب رح اطلع سايد. اوكي رح نعمله بالسويتش يعني 1 تو 1. جاهزين؟ نعم. يعني 10 10 بيطلعوا 20 في النهاية. يلا جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Come on, 10. 2 3 7 8 9. آخر واحدة. أوكي بنزل على الأرض. وضع الكوبرا. Stretch lower back. Okay, نعمل شوي abs عشان نريح النفس. رح أطلع إيدي اليمين مع رجلي الشمال أو العكس يعني المهم كروس. بطلع وبنزل على الآخر. رح أعمل سايد وبخلصه بعدين بعمل السايد الثاني. اوكي رح اعمل 10 هاد السايد و10 هاد السايد. جاهزين؟ يلا جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي ببدل. يلا جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي بسحب ايدي لفوق. نعمل lower abs الجريد ايدي تحت الهبس عشان اتأكد انه lower back ما يرفع عن الارض. برفع الشولدر مع راسي لفوق جري straight لفوق وبنزل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعمل 5 more. 5 4 3 2 1. اوكي برضو من وضع البوش اب رح نعمل هلا سيركل. كيف وضع البوش اب بيكون بوز البوش اب وبس، بس رح نعمل برجل رجل سيركل. نعمل اول شيء لكل رجل 10 تايم سيركل. نعمل كومبينيشن بعدين 1 تايم مع وحده بوش اب. نعمل 10 سيركل عاديين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي بس رجلي عم تسح. اوكي هلا بعمل سيركل مع وحده بوش اب 2 3 4.
4 اخر وحده 5 اوكي راح نبدل جاهزين يلا جو راح نعمل 10 سيركل عاديين 2 3 4 5 6 7 8 9 10 راح نعمل هلا 5 بوش اب مع السيركل جو 1 2 3 4 اخر وحده 5 اوكي هم سويتش للور باك اوكي سويتش للابس اوكي بعرف اني غلبتك زينه بعرف شنو ايدك بوجهك بس نعمل الشولدر بوش اب يلا جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 اوكي انت باخذ نفس انزل على ظهري اعمل بجيب رجلي على جنب عشان اعمل ستريتش الشولدر بضلهم على الارض اوكي شوي شوي برجع الجهة الثانية بلف اوكي بسحب رجلي لعندي اطلع فوق عم استرتش الترايسبس اوكي ببدل شولدر جهة تانية اوكي سايد اهم شي ظهري يكون مفرود تحت وهيك اليوم بتكون خلصت تماريننا للبيلاتس وان شاء الله بنرجع بنلتقي بمرة تمارين ثانيه